تفاجأ طلاب مدرسة حسن الحرازين الثانوية في غزة بقرار وزارة التعليم نقل مدير مدرستهم وفمقاط إلى مدرسة أخرى، قرار إداري عادي. هل من المفترض أن يكون للطلاب رأي في هذا الموضوع؟ رفضوا قرار الوزارة وتجمعوا في باحة المدرسة رافضين الدخول إلى الفصول الدراسية، والأمر امتد إلى خارج أسوار المدرسة، وبدأوا مسيرة هتافات باتجاه مدرسة الكرمل التي نقل إليها مديرهم وتجمعوا أمامها. لم يكتفوا بمدرسة الكرمل بل اتجهوا إلى مديرية التعليم في غزة، حملوا صور مديرهم، ما دفع السلطات الأمنية أيضا للتدخل. بما أنه هناك احتجاجات في الشارع فلا بد أن يكون هناك احتجاجات أيضا على تويتر تحت هاشتاغ نرفض القرار. بلال جاسم يقول هذا أسوأ القرارات يلي صارت بالمدرسة، مجتمعنا العربي بيضلهم وراء الإنسان الناجح لحتى يهدموه، والمجتمع الغربي بيضل وراء الفاشل لينجح، والله كرسي المدير ما له هيبة إلا بالأستاذ وفا. تغريدة أخرى من محمد شامية أو محمود شامية يقول لك اليوم كان كئيبا جدا، وما درسنا فيه مديرنا الموقر وفمقاط أخذ أفضل مدير على في غرب غزة، وهيك مدرستنا أخذت الأولى على غرب غزة بعدد الموهوبين في أعلى نسبة متميزين في نتائج التوجيهي، مدرستنا بتضم صفوة أساتذة غزة. أما بالنسبة لحسن عبد الأحد، أول يوم للمدير وفمقاط في مدرسة الكرمل وإحنا بالحصة الأولى والثانية أجوا طلاب حسن الحرازين يعملوا احتجاجات على باب المدرسة، وهذا إشي بنحط على الرأس. بس برضو بنفس الوقت تصرف همجي كتير، لأنه فعليا إحنا ما فهمنا إشي بالحصتين هدول. هذه تغريدة من سليمان أبو دلفة يقول القرارات التعسفية صادرة ضد الأستاذ وفا مقات وأحمد حسونة وسليم الرملاوي، إحنا ما دخلنا فيها. أنا ما بنكر فضل مديرنا وفا في هاي المدرسة، لكن هذا ما يعني أنه نعمل اعتصام ونأخر علينا المنهج. هذه تغريدة من أبو عمر يقول تدوير الموظفين أمر طبيعي بل هو من حسن الأداء والإدارة، بلاش تعملوا قصص على الفاضي. مدير التربية والتعليم الدكتور عبد القادر أبو علي زار مدرسة الحرازين وقال للطلاب يتم نقل المعلمين ومدراء المدارس بما تراه الوزارة مناسبا، الإجراء الذي تم اتخاذه لن يتم التراجع عنه، الطلاب مرتبطون بالأستاذ مقاط عاطفيا وهو أمر جيد، وأن ما جرى مجرد تعبير عن مشاعرهم وحبهم، تم احتواء الموقف والدراسة عادت للانتظام.